جزين هل هي جزء من لبنان أو تعتبر منطقة للمسيحيين في الأطراف؟ رجل الأعمال جاد صوايا ناشط سياسي بالتيار الوطني الحر. جايين عم نحط إيدنا تنعمل إنماء للمنطقة وهيدي نحن هدفنا لأنه بدها لأنه حرمي 30 سنة. رئيس بلدية أيتولي دكتور أنطوان الحاج. البلديات عم تشتغل لحتى تحاول تنمى بالمنطقة. رئيس بلدية حداب جيلبير عون. ونحن عم جرب نعمل شغلة نشرك أهل البيعة معنا بقرارنا وبتنفيذ الأشغال اللي عم نعملها. رئيس بلدية ريمات فادي عواد. نحن جايين لنشتغل لأنماء لها الضيعة. المختار خليل الأصمر. نحن موضع ثقة عند الناس واللي بيوثق فينا شو بيسألنا وبيرجعنا ونحن بنرد عليه. المختار توني عون. اللي بده يكون مختار بده يكون مختار بكل ما للكلمة من معنى يعني. ضيوف المنبر مع كريم الجميل 14:15 الأو تي في.